السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار غادي نهضر لكم على واحد التحدي اللي درت انايا، واحد التحدي اللي غير لي حياتي، غير لي بزاف الحوايج في حياتي للاحسن. واحد التحدي نفعني بزاف 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 في حياتي، وكيف ما انا نفعني بغيت ننفعكم حتى نتوما. بارطاجيت معكم باش ننفعكم حتى نتوما، ونتمنى حتى نتوما تبارطاجيو مع الاهل ومع الاصحاب ديالكم، باش ان شاء الله كلنا نديرو التحدي. هذا التحدي كلنا خصنا نديرو هذا التحدي، لانه فريمون هذا التحدي غادي ينفعكم في حياتكم وفي حياه وليداتكم ان شاء الله. وهادي تشوفوا الا تبعتوا هذا التحدي كيف ما درت انايا، انا متاكده بانكم غادي ترتاحوا في حياتكم نتوما وليداتكم ان شاء الله. المهم في هذا الفيديو غادي نهضر لكم كيفاش حتى خديت هذا القرار باش ندير هذا التحدي، وكيفاش نفعني هذا التحدي في حياتي، ونقول لكم شنو هو هذا التحدي اللي درت. خليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا شنو هو هذا التحدي، وشنو هو هذا الاثار الايجابيه، ولا شنو استفدت من هذا التحدي. كيف ما كنعرفوا كاملين هذيك الفتره ديال الحجر الصحي الاول دازت علينا كاملين فتره صعيبه، ويعني وخلات واحد الاثار سلبيه بزاف بزاف. من بين هذيك الاثار السلبيه هو انني انا الحاله النفسيه كانت مدمره، هذه حاجه. الحاجه الثانيه هو ان بناتي ولفولي بالتلفزيون ولفولي بالتليفون، مني ولاو كيدوزوا لي وقت كثير في التليفون وفي التلفزيون، ولاو بناتي معصبين، ولا ما بقاش عندهم التركيز في القرايه ديالهم، ما بقاش باغيين يحفظوا، ما بقاش باغيين يمشيوا للمدرسه. في الصباح تينوضوا في الصباح يبقاو شاعلين داك التلفازه، ويبقاو تيشوفوا فيها عندنا واحد ستريس، وديما تنجريو باش ما نكونوش اون غوتار للمدرسه، واحد ستريس كبير باش ما نكونوش اون غوتار. يعني واخا تنوضوا بكري تنجريو. ولاو بناتي معصبين بزاف، ولاو كيدابزوا ما بيناتهم، بزاف ديال الحوايج تبدلات في حياتنا. ومني شفت بناتي ولاو فحال هكا معصبين وكيدوزوا اغلبيه الوقت ديالهم في التليفون وفي التلفازه، قررت انني ندير هذا التحدي، وقررت انني ناخذ واحد القرار اللي كان انني نمنع عليهم التلفازه بصفه نهائيه، ونمنع عليهم التليفون حتى هو بصفه نهائيه، ما عدا من الويكاند ولا في العطل. في الويكاند يعني حتى الويكاند يعني ما كيفوتوش واحد ساعتين، لانهم وصلوا لواحد الحاله خايبه بزاف بزاف، سورتو داك لي جو اون لين ولا تعصبهم بزاف داك لي جو. واحد النهار بنتي قاسة حتى نلقاها كتبكي وحالتها حاله والدموع، مالك بنتي؟ قالت لك عائلتي ما داينهاش فيا، وعائلتي قالت لك تبناوني وما تيديوهاش فيا. اين عائله واين كيسكو تي راكونت جي ريان كومبري. من بعد بدات كتفهمني، قالت لك واحد لو جو سميتو ادوبت مي، يعني تبناني، وتبناتها شي عائله، وداك العائله ما داوهاش فيها، وهي طاحت ولا منعت من الدواش الطبيب، ولا واحد لي استوار واحد الفيلم واحد هذا. بقيت كنهضر معاها قلت لها هذا غير جو، ما خصكيش خفت بلا البنت تولي عايشه لي داك الدور وتولي مأزمه ولا ما نعرفتو هذا. بقيت كنفهمها وقلت لها شوفي هذاك غير اللعب، وما توصلش لهاد الحاله من اجل اللعب وتبقى تبكي وتهذا. قلت لها سي غاف. ما بقيت كنهضر معها وبقيت كنفهمها، وهذا هادي دوزناها. واحد النهار حنا جالسين عاوتاني الاخرى جالسه، انا جالسه ما عليا ما بيا، حتى نسمعها كتغوت هنموت. ما مشيت كنجري، مالك اش هتموتي؟ قلت لك هاي قتلوني. شكون هادو؟ قلت
واش هادو في الانترنت شي حد تيأخذي ليها ولا شي حد كيهددها ولا شنو هاد المصيبه يا ربي مالك؟ قالت لك في لو جو هذاك لو جو الا دخلتي لشي دار ماشي ديالك ولا ما عرفتي قتلوك. الحماق هذا وصافي مع هاد الدراري وصافي والله الا قلت لها وانا خلعتيني وقالت هاي قتلوني انا تخلعت نقول لبنت مالها شكون هذا اللي هيقتلها. المهم دوزناها هي هذيك خديت قرار قلت لهم صافي غادي نحبسوا هادشي واش غادي نقول لكم يا خوتي منين حبسنا هاد التليفونات والله الا ارتاحينا ولينا في الصباح كيقضنا الوقت وكيشيطنا وكنمشيو بشويه علينا وكنوض في الصباح كنضحكو وكنهضرو ما بيناتنا. المهم كاين داك التبادل داك البارطاج داك يعني داك الحياه الاسريه اللي كنا مفتقدينها ما كناش كنعيشوها الصراحه. كانت كل واحد شاد التليفون وكل واحد فقنت انا براسي حتى انايا نقص من سوا ما بقيتش ديما شاده التليفون ما بقيتش بزاف كندخل على مواقع التواصل وهذا دايوغ داكشي علاش راني غبت عليكم. وليت كما قلت لكم دابا انا باش نجحت في هاد الخطه وباش نجحت انني ننجح في هاد التحدي وانهم يتقبلوا لي الفكره ديال انه نزول لهم التليفونات راح تفعي من النفس الا بغيتي تزول شي واحد شي حاجه راه خصك تعطيه البديل. هذاك الشيء علاش انا فكرت في البديل والبديل هو انني وليت كندير مع بناتي ديزاكتيفيتي كنخرج معاهم كنديروا دي جو سوسيتي كنلعب معاهم كنجلسو هكا كنقول لها اجي عودي لي شنو درتي في المدرسه كنعاود لهم انا كيفاش دوزت نهاري وهكا الحمد لله شويه بشويه يعني حتى العلاقه نحس باللي العلاقه ما بيناتنا يعني تقربنا لبعضياتنا احسن من قبل. كنت كنحس بحال بعدنا على بعضياتنا بقوة داك التليفونات. البنات ديالي كيف ما قلت لكم الحمد لله تكالماو ما بقاوش كيغوتو ما بقاوش ولا حتى السلوك ديالهم تبدلوا بزاف. شحال هادي كنت انا في الكوزينه كنوجد الغداء ولا الفطور ولا الماكله وهما شادين التليفون وجالسين. دابا وليت كنقول لهم اجيو عاونوني انا ما نبقاش واقفه في الكوزينه بوحدي تيجيو تيوجدوا معايا الطبيله هذا كنوجدوا شي حويجه هكا شي اكله ولا شي حاجه. المهم كيف ما قلت لكم وليت كنلهيهم وكندير معاهم ديزاكتيفيتي باش ننسيهم في التليفونات والحمد لله يا سيدي يا ربي. دابا هادي ثلاثة ديال السيمانات وانايا ماشي على هاد الخطه والحمد لله ما عطيتهم التليفون. تيتفكروه مره ولكن واخا هكاك تنقول لهم انا لا واخا تيحاولوا ماما غير شويه ماما غير نشوف صاحبتي صيفطت لي ميساج واخا قلت لهم لا خديت القرار النهائي لا. انا في واحد الطبيعه فاش كناخذ شي قرار وفاش كنقول لهم لا هي لا عمرني ما كنبدل القرار ديالي. وهذه حاجه مهمه في التربيه. الولاد ديالك الا شافوك كتغيري الراي ديالك عاد يوليو ديما يبقاو يبتزوك يبقاو يديروا لك باش انت تغيري الراي ديالك. خليك ديما انت ولا انت كاب ولا كام خليكم دائما ثابتين على هضره وحده وما تغيروش الراي ديالكم ما تغيروش القرار ديالكم. المهم سالا الفيديو ديالي وحدي نقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله وتنحبكم وتنموت عليكم. وفيديو قادم ان شاء الله غادي ندير لكم ديزاكتيفيتي اللي كندير مع وليداتي باش ننمي القدرات الفكريه ديالهم والمهارات ديالهم وباش تلهيهم. دونك تسناوني فيديو قادم ان شاء الله والى اللقاء.